بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الأزرق إلى المصحف، يشرحها لكم الأخ كمال المروش. وقفنا عند قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا. إذا وقفنا على قول الله تعالى لهم، فإننا نسكن الميم. وإذا قيل لهم، إذا ابتدأنا باتبعوا فإننا نبتدئ بهمزة مكسورة، اتبعوا فقط اختبارا. ما أنزل، هذا مد منفصل فيه الإشباع. طبعا ننتبه إلى القاف من قالوا، لأنها في المرتبة الأولى، قاف مفتوحة وبعد ألف فتكون أقوى. ننتبه إلى إسكان اللام، بل نتبع حتى لا تدغم اللام في النون. قالوا بل نتبع ما ألفينا، مد منفصل فيه الإشباع. طبعا لا صلة في بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لأن بعد قبل الهاء ياء ساكنة، فيمتنع هنا المد، القصر نقصر. آباءنا مد بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، بعده مد متصل في الإشباع، بعده مد منفصل في الإشباع كذلك. أولو كان آباؤهم، مد متصل في الإشباع وقبله مد بدل في الأوجه الثلاثة، قصر وتوسط وإشباع. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مد اللين في الوجهان، قص عفوا في وجهان، التوسط والإشباع. طيب، على قصر البدل في الموضعين في آباءنا وآباؤهم لنا في شيئا التوسط، وعليه ففي العارض للسكون الأوجه الثلاثة، قصر وتوسط وإشباع. طيب، على توسط البدل في الموضعين، لنا في شيئا التوسط كذلك، وعليه في المد العارض للسكون التوسط والإشباع. وعلى الإشباع في البدل في الموضعين في آباءنا وآباؤهم لنا في مد اللين التوسط، وعليه ففي العارض السكون يهتدون على الإشباع. ثم نعطف بالإشباع في البدل الذي قرأنا به قبل، وعليه الإشباع في اللين في شيء، وعليه ففي يهتدون الإشباع. ننتبه إلى المدود في بما لا يسمع، مدود طبيعية، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. دعاء ونداء مدان متصلان فيهما الإشباع، مع مراعاة أن دعاء ونداء ليس فيها بدل، الهمزة عليها تنوين، ليس بعد الهمزة ألف، يعني لم يرسم في ألف بعد الهمزة حتى يظن أنه بدل، فهذا مد عوض، فلا يقرأه أحد بالأوجه الثلاثة على أنه بدل، لا يوجد بدل في دعاء ونداء. يا أيها الذين آمنوا، مد منفصل في الإشباع، آمنوا مد بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. إن كنتم إياه تعبدون، مد صلة كبرى، وهو عبارة عن مد منفصل فيه الإشباع، يعني نضم ميم الجمع بالإشباع ست حركات. طيب، على قصر البدل في آمنوا،
لنا في تعبدون الذي هما الدعارة للسكون قصر وتوسط وإشباع، وعلى التوسط في البدل في آمنوا، لنا في المدعار للسكون توسط وإشباع، وعلى الإشباع في آمنوا الذي هو مد بدل لنا في تعبدون الإشباع كذلك. ننتبه إلى الحاء، إنما حرم حتى لا تفخم الحاء، الميتة بالتخفيف حتى لا يقرأها أحد، الميتة وما أهل به لغير الله مد منفصل في الإشباع، به لغيري مد صرة صورة فيه مد طبيعي، ثمن الضر ورش يضم النون في هذا الموضع، ثمن الضر وفي الوقف فإنه يقف بالإسكان، فمن ونبتدئ ب اضطر بكسر الهمزة، غير باغ ولا عاد يرقق الأزرق الراء، راء مفتوحة قبل هي ساكنة، غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه مد منفصل في الإشباع، إن الله غفور رحيم. ننتبه إلى الهاء من اسم الجلالة حتى لا تفخم الهاء، لأن اللام مغلظة قبلها لام مغلظة، إن الله طيب لا بدل في الآية، ما أنزل مد منفصل فيه الإشباع، ننتبه إلى تفخيم الراء في ويشترون مع ترقيق التاء حتى لا تفخم، به ثمنا قليلا مد صيرة صغرى فيه مد طبيعي، ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، أولئك مد متصل في الإشباع، ما يأكلون إبدال الهمزة حرف مد، فتقرأ ما يأكلون، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، صيرة ميم الجمع بالإشباع وهو عبارة عن مد منفصل، إلا النار ولا يكلمهم، النار ليس فيها تقليل لأن الراء مفتوحة، فلو كانت الراء مكسورة تقلل، لكن أتت في هذا الموضع مفتوحة فلا تقليل في هذا الموضع، ولهم عذاب أليم، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها كذلك، ولهم عذاب أليم أولئك الذين، نقل حركة الهمزة إن وصلنا مع مراعاة أن أولئك مد متصل فيه الإشباع، أولئك الذين اشتروا الضلالة، إذا ابتدأنا باشتروا فإننا نبتدئ بهمزة مكسورة، اشتروا وإن وقفنا، أولئك الذين اشتروا بسكون الواو لا نضم الواو، الضلالة ليس فيها تغليظ في اللام لأن اللام مفتوحة قبل حرف الضاء، والضاد وحرف الضاد ليس في ليس من من الحروف التي يأتي عليها التغليظ في اللام، بالهدى من ذوات الياء في الوجهين الفتح والتقليل، بالمغفرة الراء مفتوحة قبلها كسر فترقق الراء، بالمغفرة فما أصبرهم على النار، مد منفصل فيه الإشباع، النار تقليل كلمة النار لأنها من ذوات الراء وليس فيها الفتح، دائما النار والكافرين والنهار وكل هذه ترقق في تقلل فيها الراء، كلها كلمات مقللة،
بالحق لنتبه إلى الحاء حتى لا تفخم، وإن الذين اختلفوا إذا ابتدأنا ب اختلفوا فإننا نبتدئ بهمزة مكسورة، اختلفوا فقط اختبارا. هذا ما فتح الله علينا به عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.